نجد استخدام ادويه الكورتيزونات المرضى بدون اعراض شديده. متفق انه الكورتيزون له نتيجه ممتازه في تقليل الوفيات او تحسين وضع الحالات الشديده الخطوره الشديده التي تحتاج تنفس صناعي ورعايه مركزه. وجدنا في كثير من الاماكن عدم التزام بهذا، وده بيؤدي لتدهور على عدم التزام باستخدام الكورتيزون او يعني استخدامه في الاوقات الغير مسموح بها. الكورتيزون لابد حصره في الحالات الشديده فقط، ولا ينفع استخدامه في الحالات البسيطه. وجدنا انه في كثير من الاوقات بيتم استخدامه مره اخرى عدم التزام بالبروتوكول. ده مجرد مثال، الكورتيزونات لما لها من شعبيه او لها من سهوله استخدام، لكن بشكل عام ده ممكن يؤدي الى زياده عدد الوفيات.